نرحب بحضراتكم مرة تانية. بكل تأكيد قطاع الزراعة من القطاعات صاحبة النصيب الأكبر من المشروعات التنموية العملاقة، على سبيل المثال مشروع مستقبل مصر الزراعي، الدلتا الجديدة، إعادة إحياء مشروع تشكى والصوب الزراعية، وغيرها من المشروعات اللي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية الهامة. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. مصر في السنوات الثمان الماضية حققت طفرة كبيرة غير مسبوقة في التاريخ في التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية، وبلغ إجمالي مساحات الأراضي التي يتم استصلاحها نحو 6 ملايين فدان جديدة، منها 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة على طريق الضبعة، و1.1 مليون فدان في مشروع تنمية جنوب الوادي تشكى الخير، ومشروع المليون ونصف المليون فدان في نطاق شركة الريف المصري. هذا بالإضافة إلى استصلاح 456 ألف فدان في مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، و650 ألف فدان في مشروعات أخرى بمحافظات الصعيد والوادي الجديد. وبلغت تكلفة زراعة مليون فدان 250 مليار جنيه، في ظل ما يتطلبه استصلاح هذه الأراضي من محطات رفع المياه وترع مبطنة لتوصيل المياه ومشروعات كهرباء الري الحديث وغيرها من المتطلبات التي تسهم في تحقيق استدامة هذه الأراضي المستصلحة. وتوسعت الدولة في مشروعات الزراعات المحمية بإنشاء 100 ألف صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومدينة العاشر من رمضان، وأيضاً تم إنشاء 9 مشروعات مزارع سمكية عملاقة بالمحافظات، إضافة إلى استحداث برامج لتطوير قدرات المزارعين.